منه منظم وقته وحياته ابدا. داي اورجنايزر وبيطلع لكم كثير سامبلز، عن جد رح تلاقوا انه كثير قصص تغيرت بحياته. مرحبا يا حلوين، انا نجلة بفيديو اليوم حيال دردشه ونصايح، فتابعونا. حلتنا لليوم ثلاث حيل جماليه سريعه بمكبس الرموش. دردشتنا لليوم خطوات بتساعدك لتنظيم وقتك. يا بنات، أنا كنت شخص منه منظم وقته وحياته أبداً، حتى كنت أقصر كتير بمواضيع شخصية من وراء هالموضوع، مثلاً أوقات ما لحق صفي بالجامعة، أتأخر على عملي، أو فينا نقول مثلاً ما لحق أخذ موعد لأعمل ضفيرة لأعمل شعري. فون داي هيك حسيت أنه عن جد أنا I'm missing a lot، وقررت أنه غير هالموضوع وأطلع من هالروتين السيئة بالنسبة إلي بحياتي، ونجحت بهالأمر. أولاً ساعات نومي ما كنت منظمة أبداً، كنت مثلاً نام بأوقات كتير مأخرة، وبالتالي تاني نهار ما أقدر فيق بكير، فيق بأوقات مأخرة. فأول نقطة عملتها أني مثل ما بيقولوا نظمت ساعات نومي، فصرت نام بكير وفيق ماكسيموم ساعة 8. فهيدي النقطة جربوها وعن جد رح تلاقوا أنه كتير قصص تغيرت بحياتي. تاني نقطة، صرت كل يوم نظم نهاري. في طريقة كتير ساعدتني واللي كل عليكم تعملوه لتوصلوا لها، هي انه to search for it على الانترنت، بس بتكتبوا day organizer وبيطلع لكم كتير سامبلز. انا اخترت مثلا هالسامبل، صرت اكتب كل يوم شو عندي اعمل، قصص اساسية، شو الكولز اللي بدي اعملها، اذا عندي ميتينج او لا، حتى قسمت نظام غذائي، يعني شو الترويقة، شو الغدا، شو العشاء، حتى بكتب كم كباية مي بشرب. فهالقد قدرت اني انظم نهاري، وصدقوني كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية من نهاري صار إلها معنى، في شيء أعمله فيها. النقطة الثالثة ركزوا عليها، إنه don't stress yourself out، يعني ما تنضغطوا. أنا أول فترة كنت أقول يعني كنت نظم بطريقة غلط، إذا بدكم تقولوا حط كل شيء فرد نهار وبدي أخلص هي وبدي أعمل هي. لا، لازم تعرفوا إنه وقتكم لإلكم وإنتوا بتقرروا كيف تستفيدوا منه، بدل ما تحطوا كل شيء بيوم واحد عندكم a week، فيكن تعملوا بلان لجمعة لأسبوع كامل، بدل من ما تحطوا اللود كله على نهار واحد. وقتكن لقلكن وانتو بتقرروا كيف بدكن تستفيدوا منه، أكيد يمكن حسب مودكن، حسب نفسيتكن، حسب تعبكن الجسدي. استعانت كمان بطريقة كتير حلوة واللي هي اني حد حالي بوقت، وهيدا هيك نوع من التحدي المسلي. فمثلا صرت اقول انه انا عم بكتب ارتكل، بده ياخد معي هالارتكل 30 دقيقة، اعمل المستحيل اوكي تياخد معي هالارتكل هالوقت، وبالتالي بكون عم مرن نفسي. واخيرا avoid perfection، وحطوا براسكم انه عن جد بكل حياتكم ما في شيء بيرفكت، فالسكادجول اللي عاملينه بتقدروا تعدلوا فيه، يمكن نهار ما تحسوا حالكم قادرين تعملوا هالشغله، اتس اوكي اجلوها لبعدين. فهالنقطه كثير مهمه، واكيد لتمموا هالشغله استخدموا ابلكيشنز، ريمايندرز، استخدموا ويب سايتس، واستخدموا حتى الوراق اللي قلت لكم عنها. بما انه عم نحكي عن الوقت، في كتار منا حتى ما عندهم هالوقت انه ينطروا اظافرهم لينشفوا، او طلاق الاظافر لينشف. فانا هون رح اعطيكم نصيحه انا بتبعها لانه انا من هالاشخاص، واللي هي لما طبق نيل بولش اكيد بخلص كل الستابس، وبنطر هيك دقيقتين، من بعد الدقيقتين بحط جات في بقلبه مي وتلج وبحط اظافري فيه. صدقوني هالطريقه كثير بتساعدكم لينشف الطلاق بطريقه سريعه. وثاني نصيحه هي انه طبق زيت، بنطبق الزيت على الايد هيك في حال دق الشعر بالاظافر او دقينا الظفر بشي ما بينتزع. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوها. ما تنسوا سبسكرايب، دقسوا على زر الجرس، وكل تعليقاتكم بخانه التعليقات. باي.